أرض القصيم الخضراء هو الشعار الذي اتخذته الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم ليكون بداية لحملة زراعة مليون شجرة خلال هذا العام. ففي بريدة دشن الحملة سمو أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في منتزه عريق الطرفية، وافتتحها بزراعة شتلة واحدة لتكون منطلقا ل50,000 شتلة في هذا الموقع فقط. الحقيقة كذلك أعلن بأن أمارة منطقة القصيم سوف تساهم مع هذه الحملة بعدد إن شاء الله كبير من الشتلات لدعم هذه المبادرة لكي نكون قدوة للقطاعات الأخرى، القطاعات الحكومية. وأنا أعلنت قبل وتحدثت قبل قليل مع زميلي سعادة المهندس محمد أمين المنطقة، وأبدأ استعداده بدعم أمانة المنطقة بشتلات لهذه الحملة. نتطلع بأن نصل إلى 1,000,000 شجرة تزرع في جميع المنطقة، في جميع المحافظات، في جميع المنتزهات. اليوم بدينا في باكورتها ب50,000 شتلة سوف تبدأ. هناك شركات دائمة ومجتمعية مع كثير من الإدارات الحكومية، وسمو الأمير يرأس هذه الشركات وتوجيه الله يطول عمره اليوم بأنه جزء سوف يساهم بتأمين شتلات للاستزراع لزيادة وتنمية القطاع النباتي. وفي مساحة 40,000 متر مربع من مساحة منتزهات الغضا في عنيزة زرعت حوالي 1,500 شتلة غضا، وجاءت حملة عنيزة بالتعاون مع رابطة عنيزة الخضراء. تأتي هذه الحملة ضمن سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وضمن برنامج ومبادرة طموحة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتكون مملكتنا خضراء بإذن الله تعالى. المبادرة نطمح من خلالها إلى استزراع أكثر من 10 ملايين شجرة بحلول العام 2020 بإذن الله تعالى، وهذا الرقم سوف يتضاعف أضعاف بإذن الله بحلول العام 2030. الخطوة الأولى سوف تقوم الوزارة بإذن الله بزراعة 4 ملايين، ونطمح بالشراكة مع المناطق وبدعم أمراء المناطق، وأيضا مع الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والشركات والروابط الخضراء والجمعيات التعاونية، وتضافر الجميع بإذن الله تعالى إلى استزراع 6 ملايين، لنصل بإذن الله تعالى بحلول العام 2020 إلى 10 ملايين شجرة بإذن الله. ستغطي الحملة التي تمتد لحوالي شهر جميع المحافظات والمدن والمراكز بمنطقة القصيم، وستشمل أيضا جميع مناطق المملكة. خالد الربعي، الإخبارية، القصيم.